حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. أذن على بركة الله وتوفيق يوحنا الكريم أيها المتابعون متواصلين من هذا الميدان، ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. الشوط الثامن يسير منذ قليل يحمل أسماء متميزة لفية الأبكار لسن الحجاج، ولكننا عودة بالتهاني وناموس. تابعنا ريج الذي قدمت عرض أشكر عليه برفقة هناك عتيج بن عبد الله بن كسلة الرميثي الذي رافق ابو عبد الله حتى خط النهايه بانجازه المعتاد. سلام لاهل السمحه وتحيه لممثل السمحه. ننطلق بشوط لا يقل اهميه، نتمنى التوفيق لكل المشاركين. نتابع صداره الشوط، ولكن من تحمل الرقم 13 هي ناصي. إذا ناصي على مقدمة الشوط لسعادة محمد بن عتيج بن جمعة الرميثي الذي يسير إلى مقدمة الانطلاق الأول. النقلة التالية إلى المستوى الثاني هناك بلشي، يتابع عبد الله بن علي بن سعيد بن جمعة الرميثي إلى مستوى الثاني، ولكن الدخول الذي طرى وجرى أرصد أشعار. هناك سعيد سالم بن سعيد أبو لاحج الرميثي الذي يسير إلى المستوى الثالث والمركز الرابع. عودة جميلة إلى حاملة رقم 14 بنتابعها. وصلت مشغلة خميس بن سعيد بن حمدان المنصوري. أما المركز الخامس وين الله من تحمل الرقم 2، هذا الشعار تابعته قبل قليل عن طريق هناك ريج برفقة عتيج بن عبد الله بن كسلة الذي يتولى هناك هذا الشعار المعتاد إليه. عدينا الست الأوائل، عدينا ملخص الشوط، ولكن وين نشوف التجمع؟ ما شاء الله، عوده الى صداره الشوط، عوده الى سلاله ناصي الذي بدات تغود الصداره، الذي بدات تسير بالنقطه الثانيه على التوالي، يرافقه ويتابعه هناك بعنايه جميله لسعاده محمد بن عتيج بن جمعه الرميثي، ويتولى متابعه تضميره فايل بن حمد العويسي. مشكور يا ابو حمد على المتابعه، بينما اتابع المستوى الثاني اشوف اشعار ابو لاحج الذي واصل المركز الثالث. الصون هناك القدوم، وصل ابو راشد اذا سلطان بن راشد الشامسي على المستوى الثالث والمركز الرابع. ارصد ان هناك العنود خليفه بن جمعه بن عتيج الرميذي يتقدم ابن المحترف الذي قادم، ولكن قدمنا الى البدايه بدين نغادر هذه اللفته. روحنا عن الكيلو المتر الاخير، من يقود الصداره؟ من يتولى البدايه؟ هناك ابو عتيج للصداره لسعاده محمد بن عتيج بن ابن الرميثي على بدايه الشوط، ولكن دير البال الامور والله بخطر. اشوف المستوى الثاني العنود الذي قادمه، يتابعه هناك ابو خالد خليفه بن جمعه بن عتيج الرميذي على المستوى الثاني والمركز الثالث. شوف التسلل، شوف اول نداء، ولكن هيدنا حتى نتابع رقمه الذي قادمه على المستوى الثاني. شوفني هناك بالتاكيد، شوفني هناك، يا هل ترى هي تحمل الرقم 10 ولا وين؟ بناخذها بنتابعها. إذن تحمل الرقم 5 الذي قادمه، خلك هناك مع حشيمه علي سعيد بن علي بن مفتاح الشامسي، ولكن خلاص العوده الى البدايه، العوده الى اشعار سعاده محمد بن عتيج الرميذي. النقطه الثانيه على التوالي. الله، روح يا فايل يا بن حمد، دير بالك يا العويسي، ارصد ان حامله هناك المستوى الثاني. الله الله الله، من تحمل الرقم 3 وصول جميل غازية محمد بن بياد المنصوري، ولكن الانطلاق الثنائي، اللحظات الثنائية، الانفراد، التحرك. سلام سلام لسعادة محمد بن عتيج الرميذي. مشكور بن كزلة، لحظات الوصول إلى خط النهاية بالنقطة الثانية على التوالي. المركز الثاني هناك غازية قدمت عرض تشكر عليه، يرافق محمد بن بياد بن منيف المنصوري على المستوى الثاني. كذلك لها الشكر والتقدير ابو بيات على هذا الاداء
المتميز والمركز الثالث بنتعرف الى بغيه الاسماء. وصلنا الى حامله رقم 5 حشيمه السعيد بن علي بن مفتاح الشامسي والمركز الرابع. التهنئه موصوله لسلطان بن راشد الشامسي والمركز الخامس. اذا تهانينا لخليفه بن عتيج بن كسله على المستوى الخامس والمركز السادس. تحمل رقم 9 تهانينا وناموس لسالم بسعيد ابو لاحج. الرميذ التوقيت 4:33. تهانيني لسعادة محمد بن عتيج بن جمعة الرميذي. شكرا لهذا الأداء المتميز.